يوم من الأيام كان لي محاضرة في أحد مناطق المملكة، طبعا محاضرة رسمية. المهم كلموني، كلمني إمام الجامع ومدير مكتب الدعوة: يا شيخ ترى العشاء، يا جماعة فكونا من العشاء. قال: والله ما تروح إلا أنت متعشي، صعب تجينا يا شيخ من مدينة من الرياض اللي عندنا محاضرة من المغرب للعشاء ولا التعشى، والله ما أنت راح لم تعشي. قلت: وأنا أقسم عليكم بالله إني ما أجلس إلا على دجاجة بخاري. يا شيخ ما يصلح ضيف. قلت: أبدا، هذا شرطي، تبغوني أتعشى ما أجلس إلا على دجاجة بخاري، يا ابن الحلال الشيخ بتفشلنا. قلت: أبدا. قالوا: ابشر. والله رحت ألقيت محاضرتي، صلينا العشاء، ثم طلعنا على الضيافة. أثرهم حاطين فوق السطح، سطح بيت الإمام، فارشين السطوح، وجت أمة اللي صلوا معنا في الجامع هم اللي حضروا فوق السطوح. وأنا ناظر في خلق الله ذلك اللي جايين، أقول: هالأمة ذي وش ذا الدجاجة اللي بيكفيهم؟ وش ذا المزرعة الدجاج اللي بتكفيهم ذا الليل؟ يتعاقدوا مع فقيه ولا مع مين؟ الشاهد يوم جاء وقت العشاء إلا يحطوا لك المفاتيح، مفاتيح مفطح هنا وجوانبه صحنين هناك، مفطح الثاني وجوانبه حوله صحنين ثانية، والمفطح اللي راهي قدامي وقدامه صحنين يحطوا لي دجاجة بخاري قدام الصحن. اي والله حطوا الدجاجة البخاري هنا والمفطح هنا. يا شيخ هذا يمينك وهذه كرامتك. من موقف ما أنسى طريف، فهمتني؟ قالوا: هذا قسمك، برنا هذا يمينك وهذه كرامتك، تفضل. ضربت الدجاجة ولا سحبت عليها؟ صدق والله ما جيت. أشوفكم مش أشوف العلوم الطيبة هذه. الله المستعان. نجي لها.